الشعري، أنا مانيش ناقد في الشعر خالص، لكن قارئ، وأنا قريت معظم الأعمال الكاملة بتاعت الأستاذ محمد، ولاحظت إن في إن الامتداد مش أفقي بس، في نسب وفي اختلاف ما بين الدواوين ومراحل صدورها، ابتداء من الديوان الأول حتى الديوان الأخير. يعني أنا أظن إن ده هيلاحظه أي قارئ، وأنا لاحظت بسرعة كده في الديوان الأول العلاقة ما بين الديوان الأول اللي هو الدوران حول الرأس الفارغ والديوان الخامس اللي هو ديوان المكاشفة. اكتشفت بعض الملامح العامة أنا هشارك حضراتكم فيها، بحيث إن يعني تقولوا معايا إذا كان الكلام ده بيبقى ملامح واضحة ولا لأ. أنا حسيت بصخب وعنف وصوت عالي في الديوان الأول، وحركة في مقابل هدوء وتأمل في الديوان مكاشفة. هذا الصوت وهذه الحركة وهذا الصخب موجود من أول عنوان الديوانين. العنوان الأول الطويل جدا، الدوران حول الرأس الفارغ، والديوان الخامس مكاشفة، كلمة واحدة. والعناوين القصائد حتى نفسها لو بصينا في فهرس الديوان الأول هتلاقي برقية دورانية، أوراق قديمة من مذكرات شاعر مقتول، إيقاعات متغيرة من أوراق الذكرى، البحث عن الانتماء في وطن الغربة، دخول الروح في جسد متجمد من أزمته، العالم يسكن جمجمة القردة، الدوران حول الرأس الفارغ، العودة للغنائيات بعد طواف بحور الحزن السبع، جمجمة فرعونية تزور ميدان التحرير، أبجدية الرفض المستحب، وهكذا. يعني ده تعالى على الديوان الخامس اللي هو مكاشفة، هتلاقي قصائد قصيرة. القصائد اللي أنا ذكرتها دي قصائد طويلة، أحيانا تستغرق القصيدة الواحدة من 5 إلى 6 صفحات. الديوان الخامس كان العنوان بتاعه كلمة واحدة، والقصائد قصيرة جدا، كل قصيدة يعني قد لا تتجاوز صفحة، وعناوين بعض القصائد كلمة واحدة. هتلاقي أنا والخيول، ده أطول عنوان في القصيدة، هتلاقي مغادرة، هتلاقي مكاشفة، هتلاقي انتصاف، زهو، تلكؤ، إطلالة، انقسام، ارتحال، تناغم، اكتشاف. كل هذه يعني حوالي 34 قصيدة، عنوانها كل عنوان كلمة واحدة. لو لاحظنا حتى المعجم نفسه بتاع الكلمات، هنلاقي الكلمات مختلفة في الديوانين. الديوان الأول هتلاقي فيه دائما حتى الأفعال، هتلاقي أصرخ، يمزق، يشطر، ينزع، يرفض، تغزو، ده من أفعال الديوان الأول. الديوان الخامس يجلس، ينام، تسكن، تكبر، تمل، حطت، ترقص، يداعب. الأسماء نفسها هتلاقي الدماء والبكاء والجثة، وهتلاقي الموت والألم والرصاص والثائر والخنجر، كل ده من مفردات ومعجم الديوان الأول. الديوان الخامس هتلاقي كلمات أسماء على غرار الحلم، القلب، العيون، البراءة، هتلاقي الطفولة، هتلاقي لغة الإبصار، هتلاقي عيون القلب، ودي ما كانتش واردة خالص في الديوان الأول، هتلاقي رجفة قلب، رحلة صمت. حتى على مستوى المضمون هتلاقي الديوان الأول كان ديوان رفض وديوان مقاومة وديوان فيه تحس إن هو ديوان بتاع مظاهرة أو مظاهرات أو ديوان فيه ثورة. الديوان الثاني الخامس فيه تأمل، فيه بحث، فيه هدوء، فيه أنا في ظني إن الديوان الخامس هو أرقى فنياً، لأن الديوان الأول كان فيه تيمات أنا أظن إن هو الشاعر نفسه تخلى عنها، لم يعد يكررها في الديوان الأول. يعني كان فيه يعني مثلا قصيدة إيقاعات متغيرة من أوراق الذكرى، كلمة لا تقاوم وانحني خلف الجدار، لا تقاوم وانزوي خلف الجدار، لا تقاوم وانكفئ خلف الجدار، لا تقاوم، لا تقاوم،
وكأن الحاجات دي بتعمل غنائية وبتعمل صوت عالي موجود في القصيدة. لا تقاوم لا تقاوم، مللت مللت مللت. كانت مثل هذه الظواهر موجودة، تخلى عنها الشاعر في الديوان الخامس، وده اللي هو بين الديوان ده والديوان ده يعني ما يقرب من 10 سنوات. وهذا يؤكد أن التجربة بتاعت محمد الشحات تجربة تصاعدية على مستوى الفنيات، على مستوى القصيدة، تجربة متجددة. ده من وجهة نظر يعني. طبعا أنا استبقت حضراتكم بالكلام عن هذا الموضوع، بس أنا ومش من حقي أن أنا أتكلم، بس إحنا يعني حبيت أفتتح الجو كده قبل ما الدكتورة فاطمة الصعيدي تتكلم. اتفضلي يا دكتورة فاطمة. سهلا، أمسية جديدة من أمسيات الورشة العامرة، والتي سأظل دوما أشكر الأستاذ شعبان يوسف على يعني إتاحة الفرصة لي ولأمثالي من الحضور الكريم أن يعني يستمتع كل أسبوع بعمل جديد أو مناقشة جديدة، فله يعني مني كل الشكر، والشكر موصول أيضا لدكتور محمد إبراهيم طه وللحضور الكريم ممن يحرص على الحضور أسبوعيا. أما بعد، فإننا هذه الليلة بحضرة الشعر، ويعني الحقيقة أن دكتور محمد أعطاني للأستاذ محمد الشحات ديوان ترنيمات شاعر قبل الرحيل، وهو ديوان صادر عن دار الأديب عام 2018. بدأت في كتابة يعني مقال صغير، اسمحوا لي سأقرأ صفحة واحدة منه لأني لم أكمله، وبعد ذلك سوف أبدأ في الديوان إن شاء الله. يعني كتبت الكلمة أو المقال تحت عنوان كتابة الأنا واستدعاء الآخر، دراسة في ديوان ترنيمات شعر قبل الرحيل للشاعر محمد الشحات الذي أرحب في الورشة هذه الليلة. عبر 44 قصيدة يقدم الشاعر محمد الشحات حمولته الفكرية والوجدانية والتصويرية في ديوان ترنيمات شعر قبل الرحيل الصادر عن دار الأديب للنشر عام 2018. العمل الأدبي هو نتاج أصيل لصاحبه، وهو المكون اللغوي الذي يعرب عن أفكار صاحبه وخبراته وسنه وثقافته وبيئته. فالشاعر محمد الشحات ولد عام 1954 في إحدى قرى محافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الآداب في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. عمل بالصحافة حتى وصل إلى نائب رئيس تحرير بأخبار اليوم. يدفعنا هذا إلى معرفة التكوين الثقافي والمعرفي والوجداني للشاعر محمد الشحات، الذي أهدى للمكتبة الإنسانية دواوين كثيرة، بدأها عام 74 بديوان الدوران حول الرأس الفارغ، ثم آخر ما تحويه الذاكرة، وله أيضا ديوان محاولات لا أعرف نهايتها، ويكتب في دفتره أيضا في 2018 البكاء بين يدي الحفيدة، وهذا الديوان الذي بين أيدينا هذه الليلة. العنوان ترنيمات شاعر قبل الرحيل.